هنروح مع بعض لأخبارنا بقى، أخبار اليوم النهاردة، وعندنا خبرين مهمين جدا بالنسبة لمنتخبات مصر. المنتخب الأولمبي كابتن شوقي غريب، ومنتخب 2003 كابتن محمود جابر. منتخب الأولمبي كابتن شوقي غريب اللي عنده معسكر مهم جدا خلال الفترة القادمة، وهنشوف الخبر مع حضراتكم دلوقتي. خبر مهم جدا زي ما احنا شايفين، شوقي غريب يستقر على 28 لاعبا بالمنتخب الأولمبي في معسكر يونيو. ده هيكون المعسكر الأخير لكابتن شوقي غريب قبل انطلاق الأولمبياد. النهاردة ده معسكر مهم هيستدعي فيه عمر مرموش وكمان مصطفى محمد، محترف في تركيا ومحترف في الدوري الألماني. ده هيكون ب 28 لاعب هيضع في الرتوش الأخيرة للاستعداد لأولمبياد طوكيو. كابتن شوقي غريب والجهاز الفني واللعيبة يعني عندهم العزم انهم ان شاء الله يقدروا يعملوا او يحققوا ميدالية للكرة المصرية. كابتن شوقي غريب مدرب كبير سبق لي قبل كده في منتخب الشباب انه حقق ميدالية برونزية في كأس العالم في الأرجنتين، فهو قادر ان شاء الله بالجيل المعاق باللعيبة المميزة انه يقدر يحقق ان شاء الله.